سوف أستأذن في أن أتساءل عن بعض المعجزات التي رويت في عصر البعثة في عهد النبوة بعد أن بعث الرسول عليه السلام، ومنها على سبيل المثال للحصر أن الماء تفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه السلام عندما ترك مكانه الذي كان يخطب فيه في مسجده صلى الله عليه وسلم سمع صوت الجذع يئن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أطرح النقطتين دول كنموذج على سبيل المثال، ونحب نعرف تحليل فضيلتك للنقطتين دول. قبل أن أجيب على هذا التساؤل أحب أن أنبه الأذهان إلى أننا حين نقرأ كتاب الله يجب أن نقرأ كتاب الله على أنه كلام الله، وكلام الله معناه أن له إيحاءات في لا في كل جملة ولا في كل لفظ ولا في كل حرف. الإيحاءات تأتي بيقين الإيمان وشفافية الروح المستقبلة للقرآن. فإذا ما استقبل الإنسان أطلعه الله على بعض كنوز ذلك. الإنسان في أعراف الناس هو الجنس الوحيد الذي يتميز بالعاطفة، والعاطفة هي الشيء الذي يفرح والشيء الذي يحزن والشيء الذي يجد والشيء الذي يبكي إذا حزن ويضحك إذا فرح. هذه ظاهرة خاصة بالإنسان جاية من العواطف اللي فيه. إذا قرأنا القرآن يمكن بعض الحيوانات المترقية فيها شيء فيها من قريب من هذا، إلا أنه مش مستقر. نجي للقرآن حينما تكلم عن قوم فرعون وأن الله أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يقول الحق فما بكت عليهم السماوات والأرض. فما بكت، كأن السماوات تبكي والأرض تبكي. نعم، البكاء ده فرع العاطفة، وما دام السماء والأرض بتبكي يبقى عندها عاطفة. لماذا تبكي السماء والأرض؟ كيف لماذا لم تبكي على قوم فرعون؟ لأنهم قوم كانوا غير منسجمين معها في قضية الخضوع للحق، فلما ذهبوا لم تبكي عليهم. فإذا ما جئنا بالنقيض والمقابل، إذن القوم الذين على ضد مسلك قوم فرعون إذا ماتوا أو ذهبوا تبكي عليهم السماوات والأرض. وإلا لو لم تكن السماوات والأرض تبكي على مثل هؤلاء لما كان لقول الله فما بكت عليهم السماوات والأرض معنا. إذن فما بكت عليهم السماء كأنها تبكي على قوم. نعم، ولذلك لما سئل الإمام علي عن هذا قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، لأنه فقد الذاكر، فقد المسبح، فقد المنسجم معه في الخضوع لربه، ما عادش لم يعد يسمع ذلك منه، فكيف لا يبكي. وبكى عليه موضع من السماء أيضا وهو مصعد عمله الطيب، فلم يعد ذلك المصعد يستقبل عملا طيبا. فكأن للأرض وللجماد إحساس بالعابد. ولذلك قديما كنا نسمع في اللغة فلان نبى به المكان، نبى به المكان أي كره إقامته فيه. لماذا كره إقامته فيه؟ لأنه غير منسجم التصرف في مع الوجود كله، فهو يكرهه ويفرح. المكان هو المكان هو اللي يفرح، يعني لم نبى به المكان يعني طرد المكان. لماذا؟ لأنه غير منسجم معه. فإذا ما كان منسجما معه لا ينبو به بل يفرح به ويؤنسه. إذن فما دامت السماوات والأرض لها العواطف التي تبكي ولا تبكي، إذن فلا نستبعد أبدا أن يكون الوجود قد استقبل ميلاده صلى الله عليه وسلم بفرحة بهاد يعيد الإنسان إلى انسجامه مع ذلك الكون. أما مسألة المعجزات الكونية، المعجزات أمور خارقة، ومعنى أمور خارقة أنها غير خاضعة لناموس الكون ولا لقانون الوجود. الكون له قانون يسير عليه، فإذا ما جاء أمر خارج ذلك القانون نقوم نقول إن في حاجة جاءت خرقت القانون. وما دامت خرقت القانون كيف يخرق القانون؟ لا يمكن أن يخرق القانون إلا خالق القانون.
لأن الفرق بين قانون الإنسان وقانون الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان يملك أن يطلق القانون أو لا يطلقه، ولكنه إذا أطلق القانون لا يملك أن يتحكم فيه. إنسان يجيد أن يصيب الهدف ومعه بندقية سليمة وفيها الرصاصة وهو يحسن التصويب، له أن يصوب ويطلق أو لا يصوب ولا يطلق، هو مختار في هذا. ولكنه حين يضع يده على الزلات ويطلق الرصاصة على الهدف وهو يجيد التصويب، لا يستطيع أن يتحكم في الرصاصة ليقول لها يا رصاصة لا تصيب الهدف، خرج القانون من يده. ولكن الحق يطلق القانون ويقول للقانون قف ولا تفعل. إذن فالمعجزات هي خرق لنواميس الكون وخرق لقوانين الوجود، تدلني على أن الذي فعل ذلك هو الذي خلق الناموس وخلق الوجود وخلق قوانين الوجود. ولكن هذا الخرق إن كان أمرا ماديا يحدث مرة واحدة، فإذا حدثنا أن معجزات الرسل كانت كذا كونية كلها كعود الثقاب تشعل مرة واحدة وأصبحت خبرا يحدثنا عنها القرآن فنقول نعم لأن القرآن حدثنا، لكن لا بقاء لها. ورسول الله كما قلنا امتاز بمعجزة أخرى باقية، مش مرة واحدة لا باقية إلى أن تقوم الساعة، القرآن محمد رسول وتلك معجزته وهي القرآن. لكن هل معنى ذلك أن رسول الله حرم من معجزات كونية يراها المعاصرون له كما أعطي أصحابه الرسل؟ لا، محمد رسول الله أعطاه الله المعجزات الكونية التي أعطاها لإخوانه الرسل ثم تميز بمعجزة أخرى باقية. إذن فمجيء المعجزات الكونية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية له بإخوانه من الرسل، ومجيء المعجزة الباقية هي زيادة مكانته ومقامه على الرسل. فإذا كان التاريخ أو السيرة تحدثنا بأن معجزات حدثت كما قال أخي كحنين الجزع ونبع الماء من بين أصابعه وكإشباع جيش أو عدد كبير بحفنات من طعام، كل هذا إذا حدثنا بذلك نقول له استقبلها بما يأتي. أولا، لست أنت أيها الغائب عن المعجزة المقصود بهذه المعجزة، وإنما المقصود بهذه المعجزة هو من رآها، لأنهم كانوا في بداية الإسلام وفي حاجة إلى تثبيت. هذا التثبيت يحدث في فترات. القوم الذين شهدوا هذا شهدوا أن ماء النبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أيمكن أن نقول لهم لا لم ينبع؟ لا، نبع، والمراد تثبيت يقينهم هم. أما أنا فالقرآن كافيني صحيح، لكن هؤلاء إذا حدثونا بأخبار كما وصلنا الحديث فلماذا أمنع ذلك؟ وأخوانه صلى الله عليه وسلم حدثت لهم معجزات من هذا النوع، فكيف أبيح للأعلى من الرسل أن لا يكون عنده ما عند بقية الرسل من مثل هذه المعجزات؟ إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت له معجزات كونية، هذه المعجزات الكونية كان المقصود منها تثبيت إيمان من رآها وقد أدت مهمتها، ثم بقيت بعد ذلك خبرا. فمن اتسع ظنه بمكان محمد من ربه، ومن اتسع ظنه بصدق الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتسع ذهنه لذلك، ومن لم يتسع ذهنه لذلك ففي القرآن غناء أي غناء. المرسلين كريمات.